لا إله إلا الله وحده صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزُقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن حدث مر بنا منذ 46 عاما، عن نعمة عظيمة، عن نعمة اتحاد أو قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكرم وأنعم به من حدث. فما هو بيان القرآن الكريم، وما هو بيان شريعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في مسألة الوحدة والاتحاد؟ ولا بد من مقدمة: هذا الاتحاد وهذه الوحدة لم تكن لتقوم لولا إرادات صادقة ونيات طاهرة تنازل فيها الأفراد عن حظ النفس من أجل المجموع، فضربوا مثالاً رائعاً ما زال، وأسأل الله عز وجل أن يديمه، هو العلامة الفارقة والنقطة المضيئة في مساحات مظلمة للأسف في دنيا الإنسانية. كنا ونحن صغار نستمع ونتمنى ونتغنى نسمع عن الوحدة، عن الوحدة. للأسف لم يكن هناك مثال رائع عن الوحدة في العصر الحديث إلا هذا النموذج المشرف، الذي أسأل الله كما ذكرت لكم أن يديمه وأن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يجمع القلوب دائما على أحسن حال وأهدى إبال، وأن يرحم الشيخ زايدا وشيخ راشدا، وأن يديم الأمن والأمان والسلم والسلام على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع بلاد العالمين. وبعد، أيها الإخوة، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ويقابل هذا: اعرفوا من تاريخكم ما تصنعون به إنجازاتكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تحدث عن الوحدة، وآيات كثيرة معظمكم يحفظها عن الوحدة، لكن كيف لنا، كيف السبيل للوصول إلى الوحدة والاتحاد؟ عادة في الخطبة أخذ نقاطا محددة حتى يعني يخرج المستمعون على أقل تقدير 10%، 20%، 30% ببعض الأمور إلى الأسبوع القادم إذا كنا من الأحياء. كيف السبيل للوصول إلى الوحدة والاتحاد ونحن نرى الخصومة ولنكن صرحاء كما قالت العرب: صديقك من صدقك لا من صدقك؟ نرى الخصومة في البيوت، نرى الخصومة على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى المؤسسات. لماذا تكسرت جسور التواصل بين بني الإنسان؟ أسباب كثيرة، ليس حديثي أسباب الفرقة،
حديث كيف الوصول إلى الوحدة. أول الأمور وأول القواعد التي توصل الناس إلى الوحدة والاتحاد أن يستعينوا بالواحد الأحد. وقد تقول لي من أين أتيت بهذا الكلام، أو رب كانت مصبوغة، تاريخها مصبوغ بالدم والحروب التي قامت بينها، ما خلا الحرب العالمية الأولى والثانية من حروب طاحنة إثنية وعرقية إلى آخره، واجتمعوا من أجل المصلحة. أنا أتحدث مع أهلي لا إله إلا الله. أول قواعد الاتحاد والوحدة أن نتصل بالواحد الأحد. وقد تقول لي من أين أتيت بهذا الكلام، أقول لك من كلام الواحد الأحد. قال تعالى في آية يحفظها معظمكم في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية قال تعالى واعتصموا بحبل، الباء هنا في العربية تسمى باء الاستعانة، أي استعينوا بالله على وحدتكم. والآية قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال فألف بين قلوبكم ولم يقل فألف بين عقولكم، لأن المطلوب حتى تقوم مثل هذه الصور المشرقة من الوحدة أن يكون هناك قلب صادق ونية طاهرة للاجتماع. فالله عز وجل لم يطلب منا التطابق، طلب منا التكامل. اختلاف الأزهار وألوانها وروائحها حالة صحية، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. التنوع حالة صحية، الناس في تباين وهلكوا، لكن ينبغي أن تكون القلوب مجتمعة. فأول أسباب التي تحمل الناس على الوحدة والاتحاد أن تجتمع قلوبهم. خبروني بربكم كيف يستعين الناس بالله عز وجل وهم سادرون وهم بعيدون. يقول سيدنا العرباض بن سارية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون، فقلنا يا رسول الله هذه خطبة مودع؟ فقال اتقوا الله، اتقوا الله، ستكون فتن من بعدي، عليكم بسنتي، اتقوا الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تشبيه محمدي رائع، أن تجتمع الأمة على كلمة سواء، على كلمة واحدة. الآن أيها الإخوة، تظن الزوجة حربا على زوجها، تظن الزوجة حربا على زوجه، تظن الأخ حربا على أخيه، وما خبر المحاكم عنكم ببعيد. لماذا؟ لأن هناك بعدا عن الله. الإنسان أيها الإخوة الأكارم كلما كان قريبا من الله ما ماجت الأحقاد وما تحركت عقارب البغضاء في صدره أبدا. الذي يكون مع الله عز وجل، ولا أقصد بالكينونة أو بالمعية مع الله الذي يصلي فقط، كثير من الناس يصلي حتى تصير الصلاة عادة، يعني طقس من الطقوس. أتحدث عن من كان قلبه متصلا بالله عز وجل. بعض الناس صلاته قليلة لكنه طيب كريم حنون متواضع متسامح لطيف. هذه من أخلاق من يريد الوحدة، هذه أخلاق من يريد الاتحاد. إذن أول شيء الاستعانة بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثاني شيء وهو أمر هام جدا، أن نبتعد عن الخلاف وأن نتحدث عن النقاط المشتركة. لو سألت أغلب الناس الآن كم عدد المسلمين في العالم، قال لك 1,700,000. ما رأيك بالطائفة الفلانية؟ لا كفار. طيب خرج عدد. ما رأيك بالطائفة الكفار؟ خرج عدد.
لماذا يكفر الناس بعضهم بعضا؟ لماذا أيها الإخوة؟ جهل. إذا أردنا أن نحسن الظن، الجهل، وأحيانا هوى، إنسان عنده هوى. الله عز وجل لن يسألك عن أحد، سوف يسألك عن نفسك. واسمحوا لي أن أقرأ عليكم آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، ولا تحتاج إلى دكتوراه ولا إلى أسرار لغة عربية، آية لا تحتاج إلى كبير تفسير. اسمعوا هذه الآية وسأقرأها بشكل مقطع حتى أنتم تفهموا المقصد. قال تعالى: تلك أمة، السلف الذي مضى قبل 100-200 ألف سنة منذ سيدنا رسول الله إلى يومنا هذا، تلك أمة قد خلت، ذهبت، لها ما كسبت أعمالها، لها ولكم ما كسبتم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ثم قال تعالى في نهاية الآية: ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنا ما علاقتي بخلاف قام بين صحابي جليل وبين صحابي جليل، هذا على العين وهذا على العين ثم الرأس، لكنني لست مسؤولا يوم القيامة لا عن هذا ولا عن ذاك. سوف يسألني الله عز وجل عن نفسي، عن الذين استرعاهم الله أمانة عندي، زوجة، أولادا، إلى آخره، لن يسألني عن غيري. فلماذا تقوم الحروب؟ لماذا هذا التصنيف؟ لماذا هذا الحديث عن البغضاء؟ الإمام الغزالي المتأخر رحمه الله تعالى يقول، الإمام الغزالي يقول: إنما تراه صحيحا عندك قد يكون بالنسبة لغيرك غير صحيح، لكنه بالنسبة له صحيح، يعني بالنسبة للذي خالفك. أنت، أضرب مثالا تقريبيا، أنت تحب مثلا الباذنجان، مثال، غيرك لا يحبه، أنت ما تراه محبوبا لك هو عند غيره لا يحبه، ليس لك أن تلزمه عليه، ليس لك أن تحمله عليه. تحدث عن النقاط المشتركة، تحدث عن أهل لا إله إلا الله، تحدث عن أهل القبلة. أليس القرآن واحدا؟ بلى. أليس مسلمين؟ بلى. أليست هناك يعني شرائع واحدة؟ اختلفت الصور، وضعت يدك هنا وضعت يدك هناك، ليس هذا المقصد. المقصد أنك تجتمع على لا إله إلا الله، وهذا التنوع وهذا الاختلاف ضابطه أن يكون هناك أدب، أن يكون هناك احترام، ألا يكون هناك تكفير وتحقير وتفجير. قبل الكلمة بالكلمة لا باللكمة. نحن أهل قبلة، ينبغي أن يتحدث الناس عن القواسم المشتركة. إذا كان المسلمون يتحدثون عن الخطاب الإنساني، عن الحوار مع غير المسلمين من مسيحيين ويهود وكذا، وهذا شيء رائع وهذا المطلوب. قال تعالى: لتعارفوا، من باب أولى أن يتحدثوا عن الحوار فيما بينهم. الآن الأخ لا يحتمل أخاه، لماذا؟ لأنه ابتعد عن لا إله إلا الله. لا تكفروا أهل لا إله إلا الله، عصموا بها دماءهم. الإنسان أيها الإخوة الأكارم لن يسأل عن غيره، دائما نتحدث عن المشترك أيها الإخوة الأكارم. حتى في حوارنا مع أصحاب الشرائع الأخرى، عندما مثلا أجلس مع مسيحي، ماذا أحدثه؟ أحدثه عن مكانة السيدة مريم في القرآن الكريم، أحدثه عن محبة سيدنا محمد لسيدنا عيسى، عن محبة سيدنا محمد لحديثه عن الحواريين إلى آخره. هذا شيء جميل، من باب أولى إذا رأيت مسألة خلافية معينة أن ألتمس عذرا. الإمام مالك يقول: لو سمعت كلمة فيها 99 وجها من الكفر وفيها وجه واحد من الإيمان، احمل 99 على الواحد. قل لعله أراد كذا، حتى تتحدث عن اللقاء، ابتعاد عن الخلافات. قال تعالى: ولا تنازعوا. الآية هنا لا ناهية، لا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هل هذه الآية تحتاج إلى تفسير؟ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهناك آية في آخر سورة الأنفال أيضا، آخر صفحة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
وفساد كبير. يعني يا مسلمون، إن لم تتحدوا وإن لم تتعاونوا وإن لم تتعاضدوا سيتفق أعداؤكم عليكم، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا مشاهد أيها الإخوة. المسلمون سادرون ومشغولون في التقاتل والتناحر فيما بينهم على قضايا شكلية وغيرهم. سبق هناك تكتلات حتى على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى البشري، وهذا يعني يغمز من قناة هذا وهذا وكذا وفلان وكذا، وهذا لحيته طويلة وهذا لحيته قصيرة وهذا ما هذا. أيها الإخوة الأكارم، من أراد أن يتحدث عن الوحدة ينبغي عليه أن يتطامن لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأول أمر الاستعانة بالله الواحد الأحد. ثاني أمر الابتعاد عن الخلافات، أي شيء فيه تحريش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. أيها الإخوة، المشكلة أننا لا نقرأ في خطبة الوداع، آخر خطبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه. الشيطان لن يكون هناك عبادة ولا أوثان، لكنه قد رضي في التحريش فيما بينكم، تحريش قضايا. مرة إنسان يكفر إنسان مشان من أجل قضايا شكلية في الصلاة، والأمر لا يحتاج إلى تكفير. أيها الإخوة الأكارم، دائما ابحثوا عن القواسم المشتركة، دائما ابحثوا عن النقاط المشتركة. الكريم هو الذي يتحدث عن اللقاء، يتحدث عن الحوار، هذا الرجل الكريم. البعض يخرج يقول: نعم هذا من أجل أن هناك تمييعا للدين، وهذا انسفاح بالدين، وهذا هدم لثوابت. استغفر الله، الدين جاء من ثوابته ليعصم دماء الناس. كل من يدعو إلى قطيعة، كل من يدعو إلى تناحر، كل من يدعو إلى غل، ليس من الله في شيء، وأنا مسؤول عن كلامي في الدنيا والآخرة. أي إنسان يدعو إلى التناحر والتباغض ليس من الله في شيء. الله عز وجل قال في آية لا تحتاج إلى كبير تفسير: يا أيها الناس، ما قال يا مسلمون، ما قال يا مؤمنون، ما قال يا رواد المساجد، ما قال يا جماعة كذا، لا، قال يا أيها الناس. يعني المسلم، المسيحي، اليهودي، البوذي، الهندوسي، الدليل قال تعالى: هو الذي خلقكم وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قال يا أيها الناس لبيك يا رب، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما قال لتناحروا، لتتقاتلوا، ليكفر بعضكم بعضا. أناس يصلون في المسجد يقتلون ويذبحون بسم الله وباسم الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لتعارفوا، أي لتتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن لطيف ما قرأت في التفسير أن كلمة التقوى عندما ترد في القرآن تنصرف إلى السياق. يعني مثلا قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما معنى التقوى هنا؟ أصلح ذات البين. قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما معنى التقوى هنا؟ القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. التقوى هنا التذكر يوم القيامة. التقوى هنا في الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو التقوى هنا تعني بمدى تقديم خدمتك للإنسانية وعدم التمايز بين الأبيض والأسود والأمير والفقير والغني وغير ذلك، وهذه المواضعات الاجتماعية التي كسرت جسور التواصل. هنا إن أكرمكم عند الله هو الذي يذيب هذه الفوارق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو الذي لا يميز بين الناس، إن الله عليم خبير. وارجعوا إن شئتم إلى التفسير، فكل من يدعو إلى كراهية ليس من الله في شيء. كل من يدعو، المشكلة أنا أستغرب، هناك مقاطع يعني تداولها بعض الناس: فلان لا يجوز أن تترحم عليه، ادعي له بالنجاح، ادعو له بالتوفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي أعطاك الرحمة؟ رحمة، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. من أدراك أنك أنت ستكون من أهل الرحمة؟ هذا تألين على الله عز وجل. وآية في القرآن الكريم تقول: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لا أريد أن أطيل، لأن في القلب كلاما كثيرا في هذه المسألة.
اللهم يا حي ويا قيوم أعد يا رب هذه المناسبة على دولة الإمارات العربية المتحدة سنوات وسنوات على أحسن حال وأهدأ بال، وأدم الأمن والأمان والسلم والسلام، واجمع القلوب على أحسن حال وأهدأ بال برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع قلوبنا على ما يرضيك عنا برحمتك يا رب العالمين. انزع الحقد والبغضاء من بيننا، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد، وارحم الشيخ زايدا والشيخ راشدا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا برحمتك يا رب العالمين. نسألك العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية. بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في كل ما أنعمت به علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي ويا قيوم أن تغفر لنا مغفرة عامة شاملة، اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.